بصوا بقى، لو انتوا حد من ولادي اللي اصغر من سن البلوغ فالفيديو ده مش ليكم. تقدروا تقفلوا الفيديو ده وتلعبوا على التابلت، تتفرجوا على سبيس تون، تقوموا تغلسوا على بابا وماما، اعملوا اي نشاط غير ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده. ولو اقول لكم حاجه احسن، ودوا الفيديو ده لبابا وماما وقولوا لهم يتفرجوا عليه، ولو شافوه مناسب يشرحوا لكم اللي فيه، ولو مش مناسب خلاص يبقى ده مش من سنكم، ولما تكبروا شويه وتوصلوا لسن البلوغ تقدروا تشوفوه باذن الله. اما لو حضرتك وصلت لسن البلوغ فانت لازم تشوف الفيديو ده، لازم لازم ثم لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. من الاحكام الشرعية حاجة عندنا اسمها الحدث الاكبر. كتير من الشباب والبنات اللي وصلوا سن البلوغ مش عارفين ازاي التطهر من الحدث الاكبر. دي مصيبة يا جماعة، لان دي حاجة تبوظ طهارتنا وبالتالي تبوظ صلاتنا. احنا كلنا مسلمين وبنصلي، ها؟ وخلونا نبدأ الاول نعرف يعني ايه الحدث الاكبر. الحدث الاكبر هو الجنابة، الحيض، النفاس. التطهر من دول مش مجرد اني اخش اتوضى، ولكن التطهر من دول لازم يكون بالاغتسال. ايه الاغتسال ازاي بقى؟ صلوا على النبي وركزوا معايا. الاغتسال مش مجرد ان انا اخش احط صابون واحط شامبو وشاور جل والعب العب العب وخلاص والحمد لله وخرجنا احنا كده اغتسلنا الحمد لله، ولكن في اغتسال مجزئ. مجزئ يعني لو انا عملته خلاص انا رفعت الحدث الاكبر عن نفسي وبقيت طاهر واقدر اصلي. وفي اغتسال في سنه بقى، ده الاكمل والاجمل. ايه هو الاغتسال المجزئ؟ الاغتسال المجزئ اول الحاجة خالص ان انت يبقى عندك النية وانت داخل تاخد الدش كده، عندك النية ان ده اغتسال لرفع الحدث الاكبر. تاني حاجة تعميم البدن كله بالماء من اول الشعر لغاية صوابع الرجلين. قبل ما نحط اي شامبو او شاور جل او صابون انابوليس شاهين حتى، نعمم البدن كله بالمية من الشعر لغاية صوابع الرجلين. مع الاستنشاء ان ادخل مية جوه مناخيري كده واستنثر، انزل الميه والمضمضه كده، يبقى الغسل المجزئ. بعد كده بقى احط صابون، احط شاور جل، شامبو، اللي انا عايزه. اما بقى الغسل الكامل اللي فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه طبعا النيه، وما ننساهاش، نيه رفع الحدث الاكبر. تاني حاجه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ايده 3 مرات بالميه، يغسل ايده كده بالميه 3 مرات. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الفرج، الموضع بتاع الجنابه، كان يغسله برده كويس. وبعد كده صلى الله عليه وسلم كان يتوضا وضوءه للصلاه، يغسل الايدين كويس، بعد كده مضمضة والاستنشاق، بعد كده غسل الوجه 3 مرات، غسل من اول صابع اليدين كده لغاية الكوع هنا هو كده 3 مرات يمين وشمال، وبعد كده غسل الرأس مرة واحدة مع الودان، وبعد كده غسل الرجل كويس جدا مع تخليل الاصابع برضو 3 مرات لكل قدم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخد حفنة من المية كده ويدلك بيها شعره صلى الله عليه وسلم، مرة، 2، 3. وبعد كده صلى الله عليه وسلم كان يغسل شقه الايمن كله بالميه الاول ويوصل للاماكن المستخبيه كويس بالميه، وبعد كده يغسل شقه الايسر صلى الله عليه وسلم. عملنا كده، اغتسلنا على السنه، ونستخدم بقى شامبوهاتنا، صابوناتنا، شاور جلاتنا. ومعلومه كده في الرغيف، انه الغسل والتطهر من الحدث الاكبر يجزئ عن الوضوء، يعني انت لو عملت كده خلاص مش محتاج تتوضى بعدها وممكن تخرج تصلي على طول. انما الحموم العادي لا يجزئ عن الوضوء، يعني انت لو استحميت حموم عادي مش حموم اللي هو اغتسال من الحدث الاكبر، لا ده عادي بتتوضى بعده. تمام. وفي النهايه ايها السيدات والساده، لازم تركزوا كويس جدا مع الموضوع ده عشان ده بيؤثر في الطهاره زي ما اتفقنا. وبما انك وصلت لغايه هنا فما تنساش تعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولايك لصفحه الفيسبوك، شير في الخير، ده ضروري جدا، شير في الخير وعرف الغير، وما تنساش تمنشن اصحابك هنا. ولو حابب تدعمنا على باتريون هسيب لك لينك الباتريون في الديسكربشن وفي اول كومنت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله. تابعوا هاشتاج الساعه 7 لكل فيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.